موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. استشهد الفتى علي أبو غنام 16 عاما من حي الطور في القدس المحتلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على حاجز الإزعيم العسكري شرق القدس. ونقلت قوات الاحتلال جثمان الشهيد إلى جهة مجهولة في وقت أصيب فيه ضابط إسرائيلي في عينه خلال مواجهة بين المواطنين وقوات الاحتلال اندلعت في شارع سلمان الفارسي في حي الطور. هدد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال بالعودة إلى الخطوات الاحتجاجية وفي مقدمتها الإضراب المفتوح عن الطعام ردا على إصرار إدارة السجون على جريمة الاعتقال الإداري. وأوضح الأسرى الإداريون في رسالة وجهت إلى مدير مصلحة سجون الاحتلال أنه لم يعد لديهم خيارا آخر والعودة إلى الإضراب باتت مسألة وقت. في موضوع آخر، ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على شبكة من عناصر الضابطة الجمركية للاشتباه بتلاعبها بالمضبوطات الجمركية التي تتم مصادرتها على معبر الكرامة. ونقلت صحيفة الحياة الجديدة أن أحد المشتبه بهم في القضية مسؤول في الضابطة الجمركية، مشيرة إلى أنه يتم بيع المعسل وجباية الأموال إلى جيوب عناصر الشبكة. أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة وطن للأنباء استمر طيلة الأسبوع الماضي أن غالبية القراء يعتقدون أن دولة الاحتلال ستخضع لمطالب حماس بالإفراج عن الأسرى قريبا. ورأى 81% من مجمل المصوتين أن إسرائيل ستخضع لحماس بشأن الأسرى، فيما قال 16% أن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس. ختاما، يعيش المواطنون في خربة سوسيا جنوب الخليل حالة من الخوف والقلق إزاء قرار محكمة الاحتلال العليا بهدم خربتهم وتهجيرهم منها بدعوى افتقارها للبنية التحتية والخدمات العامة، ما دفع بهم لإطلاق صرخة للمؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية لهم. الحكومة ماشي معهم زي ما بدها، أجت أعطتنا إنذارات 3 أيام، في 3 أيام إذا ما قدمنا اعتراض في 3 أيام يجي رحلونا. فتوجهنا للمحامية وقدمت اعتراض ومحاكم وعملنا مخطط هيكلي، بنطالب في مخطط هيكلي. رفعنا إلهم وجلسنا محاكم 3 مرات أو 4 عشانه، وفي النهاية رفضوه. ختام الموجز. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تفضلوا بزيارة موقع وكالة وطن للأنباء وطن.tv. بأمان الله.